بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي واضحة بنت رسلي، رقم بطاقة 11181349. الآن سيشرح عن الموضوع للباحث الضوابط الشريعة في استخدام الغسالات في المغاسل العامة المختلطة بملابس غير مسلم. أولا، مقدمة. الطهارة في اللغة أي طهارة وخالية من كل شوائب، سواء في الصورة حقيقة أي الحسي كالنجس، أو المعنوي كالمحرجة أو الخصال الدنائية. الطهارة بالماء أي الطهارة من النجاسة والطهارة من الحدث خلوها منها. الطهارة في الشريعة أي فعل يستوجب الصلاة أو ما حكمها مثل الصلاة للعبادة التي تجب بالوضوء، والاستحمام لمن يلزمه، وإزالة البراز من الثياب والجسد والمكان. ثم إشكالية البحث في قضية اليوم، هناك العديد من الخدمة غسل الملابس ذاتها الخدمة التي يستخدمها بالتأكيد الجميع بعد النظر عن الدين، وليس من المستحيل على الغير مسلم وضع ملابسهم الثقيلة في الغسالة. ثم ستفحص هذه الدراسة المبادئ التوجيهية لاستخدام الغسالات في الغسيل العام الممزوج بالملابس غير مسلم، وذلك بسبب مسألة الشك والاشتباه. والاشتباه في الاستخدام غير مسلم، سواء يمسح الكلاب أو الخنزير أو استخدامها. ومع ذلك يجب النظر إليه في سياق المذاهب الجمهور أو طريقة الفقه والقانون الماليزي. ثم أسئلة البحث. أولا، ما مفهوم الطهارة في اللغة والطهارة في الشريعة؟ ثانيا، ما حكم اختلاط الملابس من غير مسلم في المغاسل العامة من منظور الإسلامي؟ وثالثا، ما رأي عن افتراض والشك حول الطهارة والنظافة عند استخدام الغسالات التي مختلطة من غير مسلم مع غير مسلم من بعض الفقهاء والعلماء المتقدمين والمعاصرين؟ وأخيرا، كيف ضوابط الشريعة في استخدام الغسالات في المغاسل العامة مختلطة بملابس غير مسلم؟ ثم ننتقل إلى أهداف البحث. أولا، توضيح مفهوم الطهارة في اللغة والطهارة في الشريعة. وثانيا، تحليل حكم اختلاط الملابس مع غير مسلم في المغاسل العامة من منظور الإسلامي. وثالثا، تذكير الرأي عن الافتراض والشك حول الطهارة والنظافة عند استخدام الغسالات التي مختلطة مع غير مسلم من بعض الفقهاء المتقدمين والمعاصرين. ورابعا، تهديد ضوابط الشريعة في استخدام الغسالات في المغاسل العامة بالملابس غير مسلم. ثم ننتقل إلى أهمية البحث. أيوة، هذه الدراسة ستفيد إلى المجالس الديني الإسلامي الوطني ماليزيا كالرجوع إليهم لو هم يريدون للتحليل الرأي من العلماء المتقدمين والمتعاصرين في ماليزيا في حكم استخدام الغسالات التي مختلطة مع غير مسلم في المغاسل العامة. وثالثا، هذه الدراسة أيضا ستعاون لجمعية المستهلكين المسلمين الماليزيين لتقرؤونهم وللرجوع إليهم لو هم يريدون لتحديد الحكم استخدام الغسالة في المغاسل العامة التي مختلطة مع غير مسلم. وثالثا، هذه البحث والدراسة ستكون مرجعا للطلبة الدكتورة والماجستير في المجال الشريعة الإسلامي لإكمال الأطروحة والاقتراهم. وثم ننتقل إلى حدود البحث. هذه الدراسة سيناقش عن مفهوم الطهارة في اللغة والطهارة في الشريعة، وهذه الدراسة أيضا سيراكز على حكم اختلاط الملابس مع غير مسلم في المغاسل العامة، وكذلك سيناقش عن الرأي في افتراض وشك حول الطهارة والنظافة عند استخدام الغسالات التي مختلطة مع غير مسلم من بعض الفقهاء والعلماء المتقدمين والعلماء المعاصرين. وأخيرا، في نهاية الدراسة سيحاول الباحث أن يختارها ضوابط الشريعة في استخدام الغسالات في المغاسل العامة مختلطة بملابس غير مسلم، خصوصا في شبه جزيرة ماليزيا. وثم ننتقل إلى دراسة السابقة. أولا، من المجلة، فقد تطرق المؤلف للموضوع في مجلة جرى تجارب للمتأكد من وجود البراز بعد الغسيل بالاعتماد على الطريقة حسب مدرسة الشافعي باستخدام عينات براز الدم والبول وبراز الأطفال التي تم استخدامها في غسيل الملابس في الغسالة. ولم يفصل في هذا المجلة ما يتعلق باستخدام الغسالة الممزوجة بملابس غير مسلم الذين قد يكون لديهم
بروز الكلاب أو الخنازير على ملابسهم، فالأمر يحتاج إلى المزيد من التفصيل والتوضيح، خاصة إجراء تجارب على عينات البراز وكيفية الحفاظ والتأكد على نظافة الغسل. ثم ننتقل إلى دراسة السابقات الثاني، أي من مقالة الموضوع غسل الملابس. في غسالة يوضع فيها ملابس من يلامسون الكلاب. قد شرح المؤلف في هذه المقالة عن غسل الملابس في الغسالة الممزوجة بأولئك الذين يحملون الكلاب. هذا المقال يوضح في الشريعة الاستفتاء في هذه المسألة، ومع ذلك تشرح هذه المقالة بإيجاز فقط مشكلة الملابس المختلطة مع أولئك الذين يحتجزون الكلاب. من الناحية المثالية، تشرح هذه المقالة الفتوى التي تنص على عن الغسيل سواء صح أم لا من حكم الشريعة في الإسلام. وثم المقال الثالث، توضح هذه المقالة الأصل لشيء نظيف ونقي طالما لا يوجد براز على شكل الرائحة وطعم ولون. وهذه الطريقة تستخدم أيضا في الغسالة، ولكن في هذه المقالة لم يرد أقوال علماء الفقه المعاصرين في شرع خلط الملابس مع غير المسلم في الغسيل العام. وتنبغي على التذكر في هذه المقالة بالتفصيل الأدلة والفتاوى بشكل أوضح. وثم ننتقل إلى منهج البهاء. هذه الدراسة هي دراسة كيفية التي تعتمد على ثلاثة مناهج، و المنهج أولا منهج الوصفي، وذلك في وصف أي مفهوم الطهارة في اللغة والطهارة في الشريعة، وحقيقة الأصل الأحكام لشيء النظيف والنقاء طالما لا يوجد أي شوائب في شكل الرائحة والذوق واللون. وثم ثانيا المنهج الاستقرائي، وذلك بالدراسة وتتبع آراء العلماء والفقهاء والباحثين في المسائل المتعلقة بهذا الموضوع في الكتب الفقهية القديمة على وجه العموم والكتب الحديثة في الخصوص. وثالثا سيعتمد الباحث على منهج الاستنباطي، وذلك بالدراسة الأقوال الباحثين وأدلتهم في الموضوع. ضوابط الشريعة في استخدام الغسالة في المغاسل العامة مختلطة بملابس غير المسلم، وترجح ما يمكن ترجيحه. وثم هذا هيكل البحث، ثم المصادر والمرجع والخاتمة. وشكرا على استماعك، هذا فقط مني، شكرا.